السلام عليكم، مرحبا بالناس لو بيشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على جائزة اللعب النظيف تثير جدال كبير في السعودية بسبب الاتحاد السعودي، وين أحدث حصول فريق الاتحاد السعودي على جائزة اللعب النظيف في كأس العالم للأندية 2023 جدال كبير وردود وفعل متباينة لدى الجماهير السعودية عبر منصة التواصل الاجتماعي. الناس وما ما يدوالو وما نظموها وما خاصني كلش وما يدوالو، هذا اللي تعب يدي خرج ما دار والو. وين أحدث حصول فريق الاتحاد السعودي على جائزة اللعب النظيف في كأس العالم جدال كبير وردود فعل متباينة لدى الجماهير السعودية عبر منصة التواصل الاجتماعي، وفي ختام بطولة المونديال الأندية 2023 والتي استضافتها جدة على أراضيها مساء الجمعة 23 ديسمبر، يعني توج الأمير عبد العزيز فيصل وزير الرياضة السعودي الفريق الاتحاد بجائزة اللعب النظيف، بينما ذهب اللقب البطولة إلى مانشستر سيتي والذي حسم النهائي بأربع أهداف لصفر على حساب النادي البرازيلي. وتسلم الجائزة بالنيابة عن أعضاء الفريق المدافع أحمد سنحلي بعدما تأهل فريقه بطل الدور السعودي إلى الدور الثاني بعد فوزه على أوكلاندا بثلاثية، إلى أنه ودع المنافسة بخسارته أمام الأهلي المصري بثلاث أهداف لهدف في الدور الثاني. جائزة اللعب النظيف لا تكفي، انتقادات لمشاركة الاتحاد في مونديال الأندية. وتصدر وسام اللعب النظيف مؤشرات في منصة التواصل الاجتماعي، حيث أشار مشجعين الأندية الهلال والأهلي والنصر إلى أن حصول الفريق يعني الملقب بالعبيد على هذه الجائزة لا يقلل من خيبة إقصائه المبكرة من البطولة. يعني هو صح وعندهم الحق. ورصد من جانب تعليقات الجماهير على دين اتحاد جائزة، هو دروك نظموا هذا الدورة وشافوا روحهم ما داوالو، لعب لطيف وصحيح قالوا المرمو تال داني ما عادش يشوفوا شكون هو اللعب اللطيف. هو عاد خرج لاعب دو باش تقول لي لعب لطيف. الامر لم يتوقف عند مشجعين فقط، اذ استنكر البعض الاعلاميين والصحفيين السعوديين احتفال الاتحاديين بجائزة مشيرين لأن العبيد شارك في بطولة بفريق يضم 10 محترفين مستفيد من الدعم الغير مسبوق من الصندوق الاستثمار العام، وخاض البطولة على ملعبه، وفي النهاية اكتفى بالحصول على جائزة اللعب النظيف. وكتب الصحفي محمد البكير بعد 23 عام الاتحاد يكسر إنجاز النصر مع لوجه يعني بإيموجي ضاحك موظيف الجدير، بالذكر أن العالمي وضع داخل الذي نص تذكاري يعني لشهادة اللعب النظيف التي حصل عليها في أول مونديال عام 2000. هما كيما هكا بالتلهم. واتهم مشجعين يعني مشجع آخر جماهير الاتحاد والنصر بالتناقض بسبب احتفال بالحصول على مركز الرابع أو مجرد المشاركة في البطولة والحصول على جائزة اللعب النظيف، مشير إلى أن مشجعين الذي لجأوا للتقليل بقيمة البطولة يعني عندما لال الهلال ميدالية فضية وسجل 3 أهداف في مباراة نهائية أمام ريال مدريد. وغرد صحفي آخر بقوله سألني جاري العزيز ما معنى جائزة اللعب النظيف، فأجبته معناها أن الفريق لم يرتكب خشونة أو اعتراض أو حماس يستوجب بموجبة بطاقات صفراء أو حمراء لأنه لم يلبس الكرة كثيرا ولا يستمر في البطولة طويلا. هي نورمال مميزة لعب ديال ماتش يا ضرب نظموها وما ضرب مين نظموها ما يدوها له.
هاو نظموها ما يدو والو ياه، هاو نظموها ما يدو والو. ها شوية حتى داو حاجة مليحة وصايد، هاو حاجبي ما يدو والو. هذه صعيبة ماشي سهلة. بطولة وما عندهم كيما هاكا، هما يشوفوا بلي ودي كان يشوف روحو ما قري قاع بدراهم هما، بس يشوفوا بلي محقرة ويشوفوا فريق محقور وفريق. هذه هي هذه صعيبة. شو بيقول لي لك يا ولدي، هاو راهم فايتين شو بيقول. ما هدرتش على عطال، عطال على نهدر مع هذي يا هاي نورمال عادي. مالكم بوك على هذيك نقولوا بلي ودي المنتخب البطولة السعودية وين راهي عندها سمعة كبيرة، كسبت سمعة كبيرة البطولة الإسبانية البطولة السعودية وين راهي عندها سمعة كبيرة خويا. عندنا صغار نقولوا بلي لا من لا عندها بطولة عندها سمعة كبيرة هذي هي كسبت كسبت سمعة يا الناس راحت بعيد خويا، الناس راحت بعيد هي انا سيد العب خويا. ماشي سهلة وما راه عندهم وما راه عندهم شحنة كبيرة لاباس صورتو، وين لازم يديروا هذا هذا الإعلام، لازم لازم بزاف صوالح ماشي غير هاكا، ماشي غير هاكا واصلة، بس ماشي غير غادي توصل، لازم لها لازم لها إعلام تأجيج يعني، وين التسويق التسويق للبطولة الأنصار يعني التعصب تاع الأنصار بزاف صوالح. خطر على خطر غادي يدابزو فريق في ليستاد في تعود يديرو هدا تاعهم، تسيبو مدابزي في ليستاد باش يديرو هدا برك على مكة. باش يديرو هدا شابة بيناتهم وصايك. تونس معاك شو بين هدرنا على تونس، أنا تونسي وهدرنا على تونس، عرفني هدرت على تونس عرفني شوية شوية. راه خرجت لكم لعاب تاع الاخر كيسموه لعاب في ايطاليا، خرجت لكم لعاب ديلان هذاك اخرج ايوا هذه يا هذيك نقولوا بلي ودي ماهيش ما غاديش نقولوا ماشي نقولوا ماهيش صعيبه ولا لا سهله نورمال هذه كوب دافريك تفوت لورمال علي اللي يخدم واللي راه واجد غادي يفوت لورمال عبيد ولا كلا كولاس على لا ليزار بيت لا والو هذه هي.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. سعيدو.